أنا فعلا ما راح آخذ وقت كتير. تفضل دكتور. ألو، إيه نعم، بواري الحديد؟ إيه طبعا موجود. شو النوعية؟ إيه سعر المتر؟ لحظة شوي إذا بتريد، لحظة. يا عدنان. نعم. الله يرضى عليك، جيب لي إدبارة بور الحديد من الأرشيف. وينها؟ وين محطوطة؟ قلت لك بالأرشيف، بغرفة الأرشيف. بعرف بعرف، بس في 1000 مصنف بغرفة الأرشيف. هلا بتجيبه ها؟ في 1000 مصنف بغرفة الأرشيف، بتعرف كل واحد وين محطوط، مخه منظم على الآخر. ما قلت لك؟ الو، لا تأخذني تأخرت عليك. ايه سجل عندك، سعر المتر 65 ليرة. ايه لا، الاستلام المستودع. اهلا وسهلا فيك، مع السلامة. ما اجى دوري يا انسي؟ دكتور مثل ما انت شايف شغلي كتير.
عن جد أنا آسفة. طبعاً شايف. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو هشام بيك مو هو؟ لا هشام بيك مسافر. الله يخليكي، بدي صورة من دفتر الشروط الخاص بمناقصة الجرارات الزراعية. ماشي الحال، بس احنا معنا غير صورة واحدة ولحد هلا ما صورناها. ممكن تصوري لي نسخة؟ ايه تكرم عينك. وانا كمان بدي نسخة من دفتر الشروط يا انسي، بس تخلصي بيجي باخذها. خلص فهمت عليك، رح اهتم بهشام بيك وما خليه يتعب ابدا. بس انا ما خلصت حديثي. ها اي مو معقول، ان شاء الله عطول شغلك هيك. معناتها انت عم تعيشي بظروف غير انسانيه، وعلى الحالي ما بستغرب ابدا يصير معك ارتفاع ضغط وتوتر عصبي تعب وارهاق. الشغل ابدا ما بتعبني، صحيح بتعب الانسان بس بعدين بيرتاح. انا طبعا رضيان. يا عدنان. اسف دكتور. ايه صحيح، بدي اسالك، امنتيني نسخه من دفتر الشروط؟ يعني رح تشارك بالمناقصه؟ مناقصه؟ الانسه روعه، ممكن تكون محل مناقصه ابدا، مزاوده. ايه بس نحن ما بنحب حدا يزيد علينا. يا دكتور لا مناقصه ولا مزاوده، هلا انا كثير مشغوله. ما بعرف ما بعرف، بعتذر منك دكتور، انا كثير مشغوله. مع مين عم تحكي؟ على المكتب بابا، بدي احكي مع الانسه روعه. وكلا الساعه 3 ما في حدا بالمكتب. ضيع بيتها. ليش بتعرف رقم بيتها؟ طبعا بعرفه بابا. وشو بدك منها؟ هيك بابا بدي سلم عليا. ايوه ماشي سلم. الو. أهلين سامر، أهلين حبيبي. امتين وصلتوا؟ هلا؟ الحمد لله على السلامة. كيفوا البابا وكيف مها؟ ايه ماشي. طيب اعطيني احكي مع مها. مها مها تعي احكي مع الأنسة روعة. قالت لي أهلين حبيبي. ألو. أهلين أهلين. الحمد لله تمام. نحن كمان اشتقنا لك كثير. شو بابا؟ حكيت؟ ايه بابا وقالت لي اهلين حبيبي. طبعا بابا. ما انت حبيبي الكل. شو مها؟ اللي سمعت انه نتيجة هذا الاسبوع؟ خايفاني؟ شو طبيعي انك تخافي؟ لا انا مطمنة كثير. حاسة انك رح تنجحي وتجيبي علامات منيحة. ان شاء الله يا رب. طيب شكرا انسة. الله يسلمك. باي. بابا ليش ما حكيت مع الأنسة روعة؟ ليش بدي احكي معها؟ بتعرف اني تخيلت انه رح ارجع الاقي الأنسة روعة هون عم تستنانا؟ وين هون؟ هون عم تستنانا لنرجع. سامر فوت البس بجامتك ونام. بابا بتعرف اني تخيلت انه رح ارجع الاقي الانسه روعة هون عم تستنانا؟ معقول
معقول. مها شو بدك؟ ليش زعلتي مني؟ روحنا ما عم يجيني نوم. انا لما وصلنا لهون تخيلت اني رح لاقي ماما عم تستنانا، مو الانسه روعه، فهمت ليه انا زعلت منك؟ بس الماما صارت بالسما والبابا قال خلص يعني. انت ما بتستنى الماما ابدا. مزبوط مها، بس اذا كانت الانسه روعه بتحبنا مو يعني بتحب الماما كمان. حبيبي سامر روح نام حبيبي، تصبح على خير. وانتي بخير. ممتاز ممتاز كثير، انت فعلا مفاجئتيني وعامله شغل ملفت للنظر. يعني انا لو كنت موجود ما فيني اسوي احسن من هيك ابدا. اذا بتحبي تاخذي اجازه كم يوم انا ما عندي مانع. وحده استاذ؟ لا انا ولا انت، عندنا شغل. استاذ هودا رسائل اجوا اليوم وبعد ما جاوبنا عليهم. قديش طلع؟ 15.9. منيح ما؟ منيح، بس التسعة لازم تنزل شوي. ايه بس قبل ما اسافر كان 16.10. معناتها لازم تكتر اجازات. والشغل والمكتب. صحتك اهم، الشغل ما بيخلص. تعرف فكرت اني سكر المكتب وهاجر، بس بعدين اجت هالبنت غيرت لي رأيي. تنظم شغل المكتب والولاد عبوها. بنت كويسة ما هيك؟ جوهرة. شو قصدك؟ لا لا ولا شيء، بس أنا هيك شايفها كمان. لا ماني مرتبطة بس ما عم فكر بالموضوع هلا. طيب وإيمت ممكن تفكري؟ ما بعرف. هلا أنا حابب شوفك وتعرف عليكي أكثر، في عندك مانع؟ صدقني عندي شغل كثير، ما عم بفضى أبدا. بعرف عندي شغل كثير. هلا كان عندي هشام بيك وحكالي. هشام بيك كان عندك؟ وين راح؟ وين بده يروح يعني؟ اهلا هشام بيك. مع مين عم تحكي؟ مع دكتور نبيل ما؟ ايه مع السلامة دكتور. حدا اتصل؟ اتصل ايمن من وزارة الزراعة وقال تحكي معه ضروري. تفضل استاذ. استنى دكتور نبيل بغيابي اتصل لهون؟ اتصل مره واجا مره. اجا لهون؟ شو اجا يعمل؟ ما بعرف. بعت لي روحه. حاضر. ممكن تفضلي حالك بحل كم شهر للمكتب وبس. يعني انا بصراحه ما صدقت اني لقيت بنت. خبرت الشركه الايطاليه تبعت العرض الخاص بالبواري؟ قلت لهم هلا ببعتوا بالبريد. بالبريد يا انسه؟ بالبريد بياخد اسبوع لحتى يصل. 7 شهر اخر موعد لتقديم العروض. يعني بدك اياهم يقولوا لنا يطعمكم الحج والناس راجعه؟ ماشي الحال استاذ، هلا بخبرهم يبعتوه بالطياره وبطلع على المطار بستنوا. الو. اهلين استاذ ايمن. شلون؟ ما انا كنت مسافر. اخر موعد اليوم؟ ما حدا قال لي. لحظه قد ايه الساعه؟ 12.
يبدو انه ما عدنا نلحق وراحت علينا يا استاذ ايمن. اليوم اخر موعد لتقديم العرض الخاص بالجرارات الزراعيه وكلكم ساكتين. ما في معنا غير ساعتين. بدي اياكي تنطلقي باقصى سرعه على البنك التجاري، بتجيبي الكفاله الفرنساويه وبتوصليها فورا على وزاره الزراعه، والا بتروح علينا المنافسه. استاذ بعت عدنان، انا عندي شغل كثير، بدي ابعت تركس للشركه الايطاليه. هذا الشغل اهم من كل شغلك، اتركي لي كل شغلك هلا. بس يا استاذ هلا انت عم تناقشيني بسكر البنك ما بيقعد بيستقبل حدا. استاذ كان لازم تقلي من امبارح، هلا انا ما بقى لحق. اذا بدك تضلي تناقشيني اكيد ما حتتلحقي. احملي حالك وروحي فورا، اصلا كان لازم تبلغوني من امبارح اول ما وصلت من السفر، بس يبدو انه كنتوا مشغولين بشغلات ثانيه. وين راحت استاذ؟ مستحيل تلحق. مري بدي كفالة الشركة الفرنسية منشان الجرارات لوزارة الزراعة. ايه طيب تفضلي. لا استاذ انا ما فيي اقعد، انا كثير مستعجلة واليوم اخر موعد لتقديم العروض، لازم اوصلها اليوم لوزارة الزراعة. اليوم اخر موعد؟ بس الساعة واحدة الا ربع مستحيل تلحقي يعني شيء. بليز خليني احاول. طيب. يعني خبروكم انه بعثوا لنا تلكس منشان الكفالة؟ ايه نعم. ايه اها هي كفالة بس من غير شركة. ايه هيدي هي، بس في وحده غيرها كمان، بليز هيك دور لي عليها. مشينا اياها كمان. هي هي تفضلي. ايه مشينا اياها كمان. ايه تكرم عينك، بس للاسف ضربت الاله كاتبه مالها هون، بدك تسميها شو ولا ترجع؟ ما عليه انا بطبعهم بعد اذنك. انت بتطبعيهم؟ ايه انا بطبعهم. ايه تكرم عينك، شو علي؟ تفضلي اعملي لي نفس النموذج هاد وهي ورق ابيض. ميرسي كثير. سيد المدير. المدير هلا عنده اجتماع. اجتماع؟ الساعة صارت واحدة ونص، لازم لحق هودي اليوم لوزارة الزراعة. شو بعمل لك؟ عم لك عنده اجتماع. أنا بفوت وبقع منه. عم قلك اجتماع يا أنسة. عم قلك إذا ما لحقت هودي اليوم راح تروح علي المناقصة. يا أنسة يا أنسة. خير شوفي يا أنسة. أنا آسفة كثير أستاذ، بس لازم أقدم هالكافيه اليوم لوزارة الزراعة وإلا بضيع علي كل شيء. وهلا أفطنتو التوقيع ممنوع باليد. بعرف أستاذ، بس في ظرف خاص ولازم أقدمها اليوم لوزارة الزراعة. تفضل. تفضل. يسلموا يسلموا. بس عم معطل يا انسة، لا تستني. معطل؟ خلص الدوام يا بنتي، ارجعي بكره. بكره مستحيل. وليش مستحيل؟ الله يخليك، اليوم اخر موعد لتقديم العروض، يلا انا بساعدك. يلا يلا. انا بس بدي رقم وتاريخ لكل كفاله. امرنا لله. لا حول ولا قوة الا بالله. تفضل. هات بشوف.
تفضلي، هي خلصنا لك يا هون. تكرمي. بتشكرك كثير. اهلا وسهلا. انا اسف اخرتك. بس خير؟ شو في كمان؟ عم ممكن تحط لي الختم هون؟ ايه تكرمي. تفضل يا عم. يسلم. اهلا وسهلا. اجيكي مكتوب من نورا. من نورا؟ وينو؟ على التلفزيون. أنا محتارة يا روعة، ما بعرف هل أوافق عليه أم لا. يا ريتك قريبة مني مشان تنصحيني. هو أرمل، زوجته توفيت منذ عدة أشهر وتركت له 3 أولاد. هو يقول أنه يريد أن يتزوج من أجل الأولاد، ولكن الذي لم يعجبني فيه إنه يضحك كلما ذكر زوجته. تخيلي واحد عم يضحك لما بيتذكر مرته اللي ماتت. إيه خايفة يموتني ويضحك علي. إيه بس ما فشار. إيه ما في علي، أنا نورة. أنا بعرف إنه هلأ أنت عم تضحكي. إن شاء الله على طول يا روعة. لك شو خوتة. في كل الأحوال سوف أخبرك في رسالة قادمة، وعلى الأغلب أني سوف أوافق عليه، لأنه على قولة المثل رجال بالبيت رحمة ولو كان فحمة. وأنا مثل ما بتعرفي صبرت كتير، وبهالرسالة بدي خبرك أنه الأستاذ سامي عم يكتب شعر. من يومين قرالي قصيدة. صحيح هو ما قال اسمك فيها، بس أنا حسيت أنه عم يحكي ويكتب عنك. بظن يا روعة إنه سامي ما رح ينساكي أبداً. شو؟ ما رح ينساكي أبداً. شو هاد؟ رقم أصدار الكفالة بوزارة الزراعة. تبع الجرارات الزراعية؟ إيه نعم. هلأ لحقت تجيبي الكفالة من البنك وأخذتيها على وزارة الزراعة؟ هاي رقمها قدامك. لك هيك شغلة بدها يومين مو ساعتين. والله انت عم تطمعي فينا. معقول؟ انا قلت مستحيل تلحق. يلا بابا. يلا بسم الله. تفضلوا. تعرف بابا سامر؟ نعم بابا. انا زعلان منك. ليش بابا؟ لأنك أنت بتحكي إنك بتحبها لروعة وما بتروح تساعدها. بروح بابا. وأنا؟ أنت شو؟ يعني ببقى هون لحالي؟ ليش تبقي لحالك؟ تعالي روحي معنا بابا. مرحبا. أهلين. المها وسامر اشتاقوا لك كثير، مشان هيك كل يوم بدهم يجوا لهون لحتى يساعدوكي. عن جد؟ وأنا اشتقت لهم كمان. شو مها؟ قربت النتيجة؟ لا تذكريني بخاف.
ان شاء الله بتنجح. قال سامر قد ما بيحبك شافك بمنامه امبارح. صحيح سامر؟ ايه. بابا؟ نعم بابا. بابا انا بكره ما بدي اروح معك على المكتب. ليش بابا؟ سامر كمان ما لازم يروح. بس ما قلتي لي ليش؟ ما بحب الشغل بالمكتب. طيب بابا خلص مثل ما بدك. وسامر كمان لازم يبقى معي هون لانه انا ما بحب ضل لحالي. ضغطك عالي شوي. شو القصة؟ شو بعرفني شو القصة؟ راسي رح ينفجر. قديش طلع؟ 16 على 9 ونص. شو بدنا نعمل؟ لازم نعرف السبب. معروف شو هو السبب؟ في ناس عم يزعجوني. مين؟ ناس كتير وفوق أهم الأولاد. تعرف نبيل؟ عم فكر يتجوز، شو رأيك؟ يتجوز؟ معقول؟ والولاد بعدين وضعك الصحي؟ شو بوضع صحي؟ شوية ضغط وممكن يتحسن. هلا أنا ما بنصح، على القليل بوضعك الحالي. شو بوضعي الحالي؟ قصدي لبين ما تلاقي وحدة تناسب وضعك وظرفك. شو عم تكتب؟ شوية تحاليل. هلا بدنا نرجع للتحاليل؟ قلت لك أنا بعرف شو وجعي. صحيح، شو أخبار الأنسة روعة؟ شو بها؟ أخي أنا بدي أحكي معها، فلا تعتبر موضوع ورا ظهرك. دكتور نبيل أرجوك ما تزعجني، أنا جاي لعندك لحتى أتعالج مو لحتى تزيدي همومي وتتعبني. ألو. أهلا، مين عم بيحكي معي؟ دكتور نبيل؟ تذكرتيني مو هيك؟ أنا زرتكم قبل هالمرة وحابب زوركم اليوم بس زيارة مختلفة. الآنسة روعة بعدها بالشغل؟ طيب لو سمحتي لما تجي قولي لي رغبتي، قولي لي إذا هي عن مشغولة أو عندها شيء تخبرني على عيادي بس بعد الساعة 9. طيب الله معك دكتور نبيل. الله معك. شو بده؟ قال بده يجي يزورنا اليوم. اليوم؟ وبعد الساعة 9. ماما شو بكي؟ ماما أنا بعرف شو بده، حكي معي قبل هالمرة واعتذرت منه، لشو عم بتلفن؟ بسيطة. وهلأ فيكي كمان تعتذري؟ على كل حال قال لي إذا كانت مشغولة وبدها تعتذر خليها تتصل فيي بالعيادة. أعطاكي رقم العيادة؟ لا. طب كيف بدي خبره؟ ما بعرف. أنا كمان ما بعرف. ولك يا ماما خليه يجي أهلا وسهلا فيه. شو خايفة ياكلنا؟ مساء الخير. أهلا، مساء الخير. مساء الخير. يا أهلا يا ابني، يا أهلا، تفضل. شكرا. تفضلي. كلك زوج. يا أهلا. يلا ماما يلا قومي، الدكتور ناطرك بالصالون. شو بدي أقول له؟ شو بدك تقولي له؟ دكتور وشاب حلو هو جاي لعندك، يعني قصده شريف. بعرف إنه قصده شريف. طب يلا ما تخليه ينطر، عيب. بعدين أنت منك صغيرة حتى تخجلي. أنا مني خجلاني، أنا بعدني عم فكر بفرج. بفرج ولا بسامي؟ اسمعي ماما، فرج ابن خالك الله يرحمه، وسامي أنت تركتيه، هيدا الزلمة هو رايدك، شو ناطرة؟ ماما أنا مني طبيعية، مش هيك؟ ماما
خلص سبقيني انا جاي. من زمان وانا منتظر هاللقاء. من زمان؟ قد ايه يعني؟ من اكثر من 5 سنوات. اكثر من 5 سنوات؟ كيف احنا اول مره التقينا؟ اقل من سنه تقريبا. مزبوط، بس الواحد ممكن يدور عده سنوات على فتاة احلامه حتى يلتقي فيها. حاسس انه كلامي ما عم يلاقي صدى طيب عندك. لا بس ممكن يكون استعجلت. الحقيقه انا ما بعرف شو بدي اقول لك، او ما عندي شيء اقدر اقول لك اياه هلا. مانك ملزمه تقولي شيء، انا كل شيء بدي اياه انه تتيحي لي فرصه فقط نلتقي عده مرات وبعدين قراري. انا بتفائل بالورد وحضوره بيناتنا بيزيدني تفاؤل. بتمنى انه يجي زمن يصير تقديم الورد مني الك عادي مألوفي بحياتنا. بحياتنا؟ عم اقول بتمنى. دكتور نبيل، انت بتعرف شي عني بالماضي؟ مين انا؟ كيف عشت؟ شو في الي ذكريات؟ هذا بحب اسمعه منك مو من حدا غيرك. بقولوا فورة القهوة خير. يا رب. هذا ما بيبدل من اعجابي فيكي، بالعكس هذا بيخليني اتمسك فيكي اكثر. ما بعرف. طيب شو رايك احكي معك بعد يومين؟ اتصل على المكتب. لا 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 لا، ما بدي هشام بيك يعرف. ليه؟ ما بعرف، بلكي خايف انه تتركي الشغل عنده اذا تزوجتي. بس انا ما رح اترك الشغل حتى لو تزوجت. طيب عظيم، فهمي هالشيء بلكي بيطمن. ليش هو قال لك شيء؟ لا، بس كل ما قلت له بدي احكي مع الانسه روعه بيرتفع ضغطه وبيعصب وبيطلع مزعوج. شو ماما؟ شو صار معك؟ ما صار شيء، شو بده يصير؟ طيب شو رايك فيه؟ عم يحكي معي وكانه ضامن رايي سلف، كأنه واثق إني أنا رح وافق. طيب وليش لا؟ شاب حلو ودكتور، ليه ما بدك توافقي؟ ما بدي أحبه بالأول. حبيبتي بتحبيه بتحبيه، الحب بيجي بعدين ماما. وإذا ما إجا الحب بنقضي عمرنا هيك؟ وآخرتها؟ شو يعني؟ مليتي مني؟ ولك لا يا ماما، أنا زعلانة عليكي، خايفة إنه كل هيدا يضيع. ماما شو بدي أعمل؟ أنا مش لازم أحبه لهيدا الشخص اللي بدي أتجوزه، مش لازم أحس فيه. أنا فهمانة عليكي، أنت بعدك بتحبي سامي. بتعرفي نورا؟ امبارح خطر على بالي اكتب شيء هيك وفعلا كتبت. اسمعي، اهواها لا كالناس يهوى بعضهم، اهواها لا كالليل يزهو بالقمر، أهواها لا كالشمس يعشقها الضحى، أهواها لا كالأرض ظمأة للمطر. هم كلهم من حبهم في موعد، وأنا هوايا معها لا ينتظر. أهواها حلما عاش في حلمي، كما عاش في الأعمى حنين للبصر. شو رأيك؟ ها؟ شو قلت؟ شو رأيك بالشعر؟ بتعرف أستاذ سامي؟ بربي إذا سعيد ما بيكتب لي شعر ما رح أتجوزه. لا نورا اصحك، بتعرفي ليه؟ لأنه كل اللي بيكتبوا هيك
بيكونوا محرومين من اللي بيحبوهم. ومشان هيك أنا قررت أقبل بسعيد بناءً على نصيحة الأستاذ سامي اللي عم يقضي أكثر أيامه بكتابة الشعر. آهن حبيبتي، إن حبك ليشبه سعادة يوم لماع صاف بلوري من أيام الشتاء، وقلقشة تفاحة لحمية ماوية تحت الأسنان، والتنفس بعمق في غابة طويلة مليئة بالأغصان. عم حس إنه الشاعر كتب القصيدة إليك. هذا ما بيعرف كتب هيك قصيدة، لو بيعرف شو كان كتب. هذا الشاعر كتب القصيدة كرمال حبيبته، مش كرمالي أنا. تعال شوف أنت شو بدك تكتب. ألو عدنان، الأنسة روعة عندك؟ أعطيني إياها. أنسة روعة؟ بدي خبرك إني أنا نجحت. إيه هلا خبروني. الله يبارك فيكي، طبعاً مبسوطة كتير. كلنا مبسوطين كرمالك، والبابا كمان أكيد رح ينبسط كتير. شفتي ما أحلى النجاح؟ هيدا البابا إجا. مبروك هشام. خير على شو؟ الو؟ اي بابا. عن جد؟ متأكدة انك نجحتي؟ مين اللي خبرك؟ يعني اكيد. ما فيك تتصوري قديش فرحتيني بابا، ان شاء الله الف مبروك. ليكي اوعي تنسي فضل الانسة روعة، ها؟ الانسة روعة لها فضل علينا كلياتنا. يعني لولاها ما كنت بتعرفي شو كان بيصير بابوكي. خير خير هشام بيك. ايش كان صار يعني؟ طيب بابا برجع بحكي معك، مع السلامه. اهلين فتحي. ايه واحد مثلك الحلاوه والجمال عم تهفف حواليه ولسه عم خايف؟ ايش نقول نحن؟ هلا لا تخاف علي وقول لي شو بدك. ايه ها هيك بدي اياك تكون قوي. نورا ما بدك تعزمي روعة على عرسك؟ عرس شو لك اخي؟ ليش أنا بدي أعمل عرس؟ يعني ما قبلتي فيه غصباً عني، بس لا عرس ولا قرص، كتب كتابه صلى الله وبارك. وليش لحتى ما تعملي عرس؟ أرمان وعنده كت أولاد، بقى لإيش العرس؟ أنا قلت بلكي بتعملي عرس بتعزميها لروعة. بتستحي على حالك وبتحترم اللي أكبر منك، هي اسمها الآنسة روعة، شو مفكرها رفيقتك ولا أختك الصغيرة؟ بعدين وقت بدي خبرها ببعث لها رسالة بقول لها إنه بدي أكتب كتابي. شو رايك اخذ لها؟ تاخذ لها الرساله؟ معقول؟ ايه بركي ما وصل. بتوصل لا تخاف. نورا مثل ما اتفقنا اذا نجحت بدي سجل جامعه بالشام. بس ليجي الصبي بنصلي على النبي. تركني بهمي سمير. أنسة روعة، أنسة روعة. نعم أستاذ. ألو نعم. أيوة نحن ما قدمين هيك عرض. صحيح. لا لا هاي الكلفة مع الأعمال المدنية. نعم تأجل موعد فض العروض. لا لا بكل الأحوال نحن هذا سعرنا النهائي وما رح نغير ولا شيء.
يا سيدي الله ييسر له، ان شاء الله الف مبروك على اللي بكون من نصيبه. لا اكيد بكل الاحوال شكرا لك. لا لا كتر خيرك يا اخي، شكرا. الله معك، مع السلامه. أني سروعة، أني سروعة، وين رحتي؟ قلت صور لك كم صورة لبين ما تخلص تليفونك. شو عم تعملي؟ عم صور العرض اللي بنقدمه. وكم نسخة؟ خمس نسخات. يعني مطولة؟ مش كتير أستاذ، يعني شوي. بدي أسألك بكرة قبل الظهر شو عندك؟ أستاذ مثل ما أنت شايف كتير في شغل. خير أستاذ؟ في شي؟ هو الحقيقة جايني ضيوف من معمل محركات بألمانيا ولازم استقبلهم بالمطار وأنا ما عندي وقت. بعت عدنان. بشكل عدنان ما بيعرف لغة. فيني أعتمد عليكي؟ أستاذ هيدي علاقات عامة ويعني بعرف إنه علاقات عامة. ما كان في عندي موظف علاقات عامة بس كان مو ماشي حاله وبعدين ترك. استاذ بس انا عم بشتغل ليل نهار مثل ما انت شايف، ما عم هدي. بعرف، ما انت عم تشتغلي محل ثلاث موظفين. طيب انا اذا تركت شو راح يصير بالمكتب؟ ايش انت في امكانيه انك تتركي المكتب؟ لا ما قصدي هيك، بس انا قصدي انه لسبب من الاسباب اذا تركت. انا سيروى حكيني بصراحه، دكتور نبيل عم يتصل معكم؟ لا بزرنا بالبيت. امتى؟ من شي اسبوع. يعني لا سمح الله كان في حدا مريض ولا؟ لا. في احتمال نزوركم مرة تانية؟ أنسة روعة أرجوك ما تتصرفي أي شيء قبل ما تتعرفي على كل الناس اللي حواليك. هشام بيك في شيء سيء بحياة الدكتور نبيل؟ لا بس في شيء سيء بحياتي أنا. تفضل لما تخلص الدواء خليني اشوفك. شكرا. نبيل قوم اسلي ضغطي. شان بخير؟ عم اقول لك قوم اسلي ضغطي، راسي رح ينفجر. تفضل تفضل تفضل. بابا اتصلي مع روعة على المكتب قولي لها اني تعبان شوي وما لي قدران اجي اليوم. طيب بابا اتصل لك الدكتور نبيل؟ لا 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 ما بدي دكتور نبيل. شو بك بابا؟ ما بعرف ما بعرف، لازم اروح على المكتب. طيب رح اتصل بالمكتب. لا 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 خلص لازم اروح. نورا 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 لك نجحت؟ باكيني عن جد؟ إن شاء الله ألف مبروك. قديش جمعت حبيبي؟ ما بقول لك قبل ما توعديني. شو بدك أوعدك؟ مرحبا. أهلين. عفوا هذا هو المكتب اللي بتشتغل فيه الأنسة روعة؟ نعم هذا هو المكتب. مين حضرتك؟ يا ريت إلها سمير. يا أنسة روعة في شاب صغير بده اياكي. مين سمير؟ اهلين ماما شوفي مين اجا معي. سمير؟ ولك يا اهلا وين كان؟
قصدي وين لقيتيه؟ هو لقاني مش انا لقيته، بتعرفي اجى لعندي على المكتب مع انه اول مرة بينزل على الشامبو بكل سهولة، هيك هو عم بيحكي، شو رأيك سمير؟ الحقيقة أنا أخذت العنوان من الأستاذ سامي. يا أهلا يا ابني، يا أهلا يا أهلا وسهلا، خبرني عنكم، كيفي نورا؟ كيفكم كلكم؟ الحمد لله بسلم عليكي، قصدي بسلم عليكم. ماما الخميس كتب كتاب نورا. صحيح؟ مبروك. ومين العريس؟ ما بعرف ليش لما قلتي لي كتب كتاب نورا يوم الخميس قبط قلبي. ليش ماما؟ تذكرت انه كان لازم انت تعزميه على عرسك بالاول. ليش بقى؟ لانك خطبتي قبلها. ماما انت رح تضلك عتلاني همي، انا خطبت وتركت، شو صار بالدنيا؟ يا ماما الدنيا ما إلها امان، وهيدي قصة خطبت وبطلت عم بتخوفني كتير. ليش؟ لانه الوحدة بتصير تقارن بين اللي كانت تحبه وتركته وبين اللي جاي، وخايفة انك ما تلاقي مثل سامي. ماما من شان الله، من شان الله، ما بقى تذكريني فيه. سجلت الرغبة الأولى هندسة عمارة. إن شاء الله ألف مبروك. إن شاء الله يا رب، يا رب أفرح فيك ولاقيك مهندس يا سمير. أنسي روعة قالت لي إنه رح تدبر لي غرفة قريبة منهم إذا لقيت. قالت لك رح تجي على العرس؟ ما بظن. يعني ما رح تجي؟ سمير هيك قال، بس بدون ما يقول بعرف إنه ما رح تجي. أنا كمان بعرف إنه ما رح تجي، بس بيضل في أمل جواني هيك بالنفس يخلي الواحد يعيش حلم كاذب. أستاذ أنت لازم تنساها وتفكر بحالك بقى. مزبوط، بس كيف؟ يعني أنت شاب ومواصفاتك بتعجب أي بنت، لازم تفكر بغيرها. مزبوط، بس كيف؟ كيف؟ تتغبر طرقات الناس بين آداء.